السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والبداية بالعناوين. الطاهر لا يطالب بحقوق الشرق دون التعدي على حقوق الآخرين، وترك يصف مواقف قادة حزب الأمة القومي بغير المرضية. حزب الأمة القومي يحذر المكون العسكري من الرضوخ للضغوطات الخارجية، ويتهم الآلية الأممية بتكريس جهدها لإعادة قحط إلى السلطة. مالك عقار يتهم شخصيات بإعاقة تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية، ومناوي يؤكد أن حكومة إقليم دارفور تستمد شرعيتها من اتفاقية جوبا. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال القيادي بالمؤتمر الوطني محمد طاهر إيلا أنهم سيطالبون بحقوق الشرق في الصحة والتعليم والثروة دون التعدي على حقوق الآخرين، ودعا إيلا إلى بناء سودان موحد تسوده العدالة والتعايش السلمي على كامل أجزائه، مناديا بتشكيل نظارة واحدة للبجة، وذلك لضمان أمن واستقرار البلاد تمهيدا لطريق السلام في كل ربوع الشرق. قال رئيس المجلس الأعلى لنظارة البجة والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين تيرك أن المواقف التي تصدر من قادة حزب الأمة القومي غير مرضية أبدا، ودعا تيرك قادة حزب الأمة القومي إلى العودة إلى رشدهم وإلى العقيدة الأنصارية التي لا تسمح بالتآمر على الدين والسودان. ونكرر مناشدتنا أن الموقف الآن يقفونه بعض قادة حزب الأمة والأنصار لم يكن مرضيا أبدا، ولكننا نناشدهم بالعودة إلى رغبات جماهير الأنصار والعودة إلى العقيدة الأنصارية التي لا تسمح بالمؤامرة على الدين وعلى السودان. نحن الله أكبر ولله الحمد. نحن لن نتنازل عن هذا الدرب، إن الدرب الذي خاضه الإمام المهدي ومن بعده خليفته ومن بعده أمرائه على رأس أمير الشرق، إننا لن نتنازل عن هذا الخط، وما في زول يفكر يغش الناس بأنه يقول دير 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 تبع الإسلام، وده أبدا نحن تبع الإسلام. الأمير سمنديما مصر في كل هذه المعارك المختلفة. حذر حزب الأمة المكون العسكري من الرضوخ لأي ضغوطات خارجية تسعى لفرض أجندتها ورؤيتها على السودان وشعبه، وطالب الحزب المكون العسكري بدعوى كل القوى السياسية والمجتمعية دون استثناء ما عدا المؤتمر الوطني للاتفاق على تشكيل السلطة الانتقالية بالتوافق أو الأغلبية، محملا إياه المسؤولية عن الفراغ السياسي والحكمي الذي سيكمل عامه الأول خلال أيام. إلى ذلك أشار حزب الأمة إلى أن غالبية أهل السودان يرفضون فكرة إعادة احتكار السلطة بواسطة قحط التي ترفض الانتخابات وتعمل مع فوركر على تأسيس نظام حكم شمولي. وكشف الحزب أن الآلية الأممية فشلت على مدار الأشهر العشر الماضية من الاستفادة من المبادرات التي طرحتها مختلف القوى السياسية لأنها تكرس جهدها لإعادة مجموعة المجلس المركزي لقحط إلى السلطة، على الرغم من فشل لها في إدارة البلاد خلال السنوات الثلاثة الأولى من عمر الفترة الانتقالية. دعا رئيس الحركة الشعبية مالك عقار إلى تكوين جيش موحد قومي وطني بهدف الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وهويتها عبر إنفاذ بند الترتيبات الأمنية، واتهم عقار من وصفهم بالشخصيات التي تملك أجندات معينة بإعاقة عملية تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وعدم تنفيذها بالصورة المطلوبة. ونفتكر كل زول ساهم إلى أن وصلنا المرحلة دي له مننا ومن الدولة أجزل الشكر. صحيح الإجراءات كانت بطيئة لأن في مشاكل كثيرة، الطريق كان فيه عالي واطي ومطبات كثيرة في الطريق، منها مصطنعة منها طبيعية
ومنا بتاعت اوانوان كده واللخبطه واللفلف وحاجات زي دي. لكن في النهايه الانسان ما بيأس من الحاجه الهدف اللي هو داير يوصله. اذا انت خطيت هدفك قدامك انت ما بتيأس منه، بتلقى تطاعونات هنا وتطاعونات هناك، لكن في النهايه انت بتوصل المرحله الاخيره. ونحن المرحله الاخيره هو استقرار السودان اولا، وباستقرار السودان استقرار الجيش السوداني وتكوين الجيش السوداني المهني الموحد. الحاجه اللي قاعدين نعمله هسه كان مفروض نعمله قبل سنه، لكن زي ما قلت انه في مطبات وفي مشاكل. انا ما داير نقول انه في ياس ولا احباط، بل اي مشكله تواجهنا بتدينا دفع انه نمشي للمرحله الثانيه ونحدد نهايته. الناس كثير بيجوا يتكلموا حاجات كثيره، لكن انا داير اقول انه الاشكالات اللي حصلت لحد ما انتوا وصلتوا هنا نحن لازم نعالجها في المرحله الثانيه، ونحن لازم نعالجها في المرحله الثالثه، وفي النهايه لازم نعالج كل المشاكل دي. صحيح ما في مشكله بتتحل 100%، لكن الناس بتوصلوا مراحل بتاع ما هم على استعداد انه يتعايشوا عليها. وفي سياق آخر، أكد عقار أن السودان يمر بأزمة سياسية صعبة تتطلب من الجميع التوحد لتجاوزها بهدف بناء دولة مدنية تسع الجميع. وناشد عقار جميع الأحزاب السياسية بإعلاء المصلحة الوطنية والنأي عن الأجندات الخارجية والمصالح الشخصية وقبول الرأي الآخر وتقديم مصلحة السودان على أي مصلحة أخرى. أكد حاكم إقليم دارفور منياركم النووي أن حكومته تستمد مشروعيتها في ظل عدم صدور قانون الحكم الإقليمي من اتفاقية جوبا للسلام. وعزم النووي عدم إجازة قانون الحكم الذاتي إلى التحولات المستمرة في الأوضاع القائمة بالبلاد، والتي فرضت على صناع القرار العمل في تسيير الأمور بدلا من الركون إلى البيروقراطية. دعت منظمة الأمم المتحدة جميع الأطراف في السودان إلى ضرورة التنفيذ العاجل والكامل لاتفاق جوبا بما في ذلك بند الترتيبات الأمنية. وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة فوركر بيرتس أنه بعد عامين على توقيع اتفاق جوبا فإن بعثته تقدر الجهود المبذولة لتنفيذ بعض بنود مسار دارفور، خاصة إنشاء لجنة وقف إطلاق النار الدائم والتي تفخر ليونا تامس برئاستها. وفي السياق ذاته، دعا فوركر كل من حركة جيش تحرير السودان جناح عبد الواحد والحركة الشعبية الشمال جناح الحلو للانضمام إلى عملية السلام في السودان. وطالب فوركر بالإسراع في نشر القوى المشتركة لحفظ الأمن في دارفور لضمان حماية المدنيين، مبينا أن اتفاق جوبا قد صاغته الأطراف السودانية ووقعت عليه، وهم وحدهم من يستطيعون تنفيذه وإحلال السلام من خلاله. أكد رئيس اللجنة العليا لإطلاق سراح نافع علي نافع محمد الشيخ مدني أن العدالة تعد من أسمى القيم الإنسانية التي نصت عليها الشرائع السماوية في حمايتها وصياغتها. وأضاف الشيخ مدني أن الحرية واحدة من أساسيات الحياة، وأن بقاء نافع في الحبس دون مصوغ قانوني أمر غير مقبول، مضيفا أن تحقيق العدالة مطلب لا نحيد عنه، وسنقوم برفع مذكرات للجهات العليا في البلاد للنظر في قضية نافع. أعلنت قحط أنها بصدد تكوين تحالف جديد يهدف للتنسيق بين القوى والأحزاب والكيانات المشاركة في صياغة مشروع الدستور الانتقالي الذي طرحته نقابة المحامين. وقال عضو لجنة الإعلام بقحط مصباح أحمد أن التحالف الجديد الذي أطلق عليه أو الذي أطلق عليه الكتلة المدنية الديمقراطية الموحدة يهدف إلى التنسيق مع أحزاب الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة وغيرها من القوى المشاركة في مشروع الدستور من أجل استكمال التحول المدني الديمقراطي.
وفي سياق ذاته ذكر مصباح أن تحالف قحط شرع بالفعل في التواصل مع جميع القوى بما فيها الحزب الشيوعي ولجان المقاومة لدعوتهم للانخراط في التنظيم الجديد. وأوضح مصباح أن الترتيبات لقيام التنظيم الجديد سيكون عبر التوقيع على إعلان سياسي تتم صياغته حاليا داخل قحط، وسيتم طرحه للتوقيع عليه من قبل جميع الأحزاب والقوى المدنية تمهيدا لانضمامها إليه. أعلنت لجنة العاملين في وزارة التجارة والتموين الدخول في إضراب شامل عن العمل في المركز وبقية الولايات للمطالبة بتحقيق ما وصفوها بالمطالب المشروعة لهم. وقالت اللجنة إن جميع المعاملات داخل الوزارة متوقفة بالكامل بما فيها إجراءات الصادر والوارد، متهمين وزيرة التجارة آمال صالح برفض مقابلة وزير المالية للتشاور حول زيادة طبيعة العمل من 25% إلى 85% ووضع شروط عمل جديدة تتماشى مع باقي المؤسسات الإرادية. إلى ذلك أعلنت اللجنة التسييرية المفوضة من قبل تجار ولاية القضارف العودة مجددا إلى الإضراب وإغلاق السوق العمومي وبورصة أسواق المحاصيل. وأشار عضو اللجنة كمال إبراهيم إلى دعوة كل قواعد التجار وأصحاب الأنشطة التجارية لتنفيذ الإضراب الثاني وبحث أمر تسليم الرخص التجارية رفضا للضرائب الباهظة المفروضة عليهم مقارنة بالأعوام السابقة. من جهته أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة المالية أحمد الشريف أن الزيادة التي تمت في الضرائب هي عادية وبنسبة قانونية تتراوح بين 15% إلى 30% على الأرباح السنوية. ونفى الشريف أن تكون الزيادة المفروضة هذا العام على الضرائب بنسبة 600%، مبينا وجود مشاكل تواجه ديوان الضرائب تتعلق بالسمسرة، موضحا أن مشكلة الهيكل الراتبي للعام الجاري تعود إلى اعتماد الوزارة على الموارد الذاتية مع غياب الدعم الخارجي. أعلنت غرفة النقل أن سعر تعرفة المواصلات ستبقى على حالها في الوقت الراهن على الرغم من انخفاض واضح في أسعار الوقود في البلاد. وعزى نائب رئيس الغرفة محمد بابكر ذلك إلى ارتفاع أسعار جمارك قطع الغيار، مطالبا الحكومة بضرورة التدخل لدعم قطاع المواصلات وتخفيض الجمارك على قطع الغيار والزيوت المستخدمة في عربات النقل العامة. قال عضو الغرفة القومية للشاحنات إسماعيل محمد عثمان أنهم تفاجؤوا بقرار الزيادة على رسوم عبور الطرق القومية، مؤكدا أنهم لن يستجيبوا لها. وأوضح إسماعيل أن الزيادة غير منطقية ولم يتم التشاور معهم فيها، مبينا خروج 12,000 شاحنة عن الخدمة مع تسبب توقفها بإغلاق الطرق والمعابر، مبينا مطالبتهم سائق الشاحنات بالالتزام بدفع الرسوم القديمة نافيا دخولهم في أي إضراب. اندلع حريق محدود في إحدى لوحات التحكم بمحطة مياه بحري في الخرطوم بسبب عطل كهربائي، ما تسبب بتوقف المحطة عن الخدمة بنسبة 60%. وأشار مدير المحطة معتز صلاح الدين إلى تأثير مربعات شنبات وكافوري وأجزاء من الشعبية ومناطق العزبة بهذا العطل، مبينا أن فرق الصيانة تعمل لإصلاحه بأسرع وقت ممكن. نفذ تجمع حرفي شارع الغابة وقفة احتجاجية اليوم في العاصمة الخرطوم، وطالب المحتجون والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة بزيارة موقعهم الحالي وتنفيذ مطالبهم والعمل على تعويض خسائرهم التي تعرضوا لها. الرمات المحلية بترفع في الهاجات كلها، كسرت الهاجات، ما خلت أي هاجة من الهاجات. بعد ما هذا لأنه لغاية الآن لا عندنا حاجات رفعها شهر ودوها المحليه كبها في مخازن لا نعرف محلها، لكن عندنا ما يثبت انه المحليه رفعت حاجات، وعندنا خسائر لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فنحن بنطالب شالوها ناس المحليه بعرباتهم، وهنا الكلام لنا لاثبات. فنحن بنطالب من السيد الوالي ان يجينا في محلنا هذا الشيء مآسينا، لانه زمن الكسرانه فوق زمن لا قابل للترحيل، لأن زمن مدارس، ونحن لغاية الآن
انا المتحدث محمد ادم بريمه لا املك عندي 8 جنيه ما نزلت بالمدرسه. انا من يوم اجي اليوم 8 يوم اليوم هذا في هذا المكان ما عندي طالب نزل المدارس، واذا داير نجيب اليوم من المدارس انا من المدرسه بقدر اجيب لهم عندما يزبي. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الطاهر إلى يطالب بحقوق الشرق دون التعدي على حقوق الآخرين، وترك يصف مواقف قادة حزب الأمة القومي بغير المرضية. حزب الأمة القومي يحذر المكون العسكري من الرضوخ للضغوطات الخارجية، ويتهم الآلية الأممية بتكريس جهدها لإعادة قحط إلى السلطة. مالك عقار يتهم شخصيات بإعاقة تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية، ومناوي يؤكد أن حكومة إقليم دارفور تستمد شرعيتها من اتفاقية جوبا. شكرا لطيب المتابعة، نترككم الآن مع جولة الصحافة وأسعار العملات. إلى اللقاء.